السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اليوم خدنا الجرعة الثانية من مطعم كورونا. أعضاء الجماعة إن شاء الله ونشوفكم على خير. الحمد لله كله تمام، مش أي مشاكل. كل زي الفل الحمد لله. هذا فرنا الجرعة الثانية. الإبرة كانت يعني جامدة شوية غير المرة الأولانية، دي بترجع على حسب الشخص نفسه اللي بيديك الإبرة إذا كان متمكن ولا لا. وإن شاء الله جاتنا رسالة بعد ما خدنا الجرعة الثانية إن الشهادة شهادة المطعوم انك بتاخدها يبعتها لك على الرابط بتاعك اللي هو بعتولك عليه رسايل. وبكده نكون اتمينا مطعم كورونا الحمد لله. ربنا يشفي الجميع. المطعم اصبح في الاردن يعني يعتبر شبه الزامي، لان اي حد مش مسجل ولا هياخد مطعوم بعد كده مستقبلا يعني هيجبروه بعمل تحليل اسبوعي او عمل مسحة اسبوعية عشان يبين شفائه من او خلوه من كورونا. ده الاجراءات المتبعة هنا في الاردن. عايزين نعدي يعتبر على كل مواطن في الأردن عايش في الأردن إن هو لازم ياخد المطعوم. في بعض المصالح حلوة إن هي متمشيش إلا لما يكون معاك شهادة بإنك واخد المطعوم. القصر الجديد مع القصر السريع حل الأزمة، مش حل الأزمة وعامل أزمة، حاجة جميلة. دي كانت ده كان يومنا النهاردة. احنا على دوار المدينة الرياضية الأستاذ زي ما بنقول. تعال نعدي حتينا الطريق طبعا هنوصل دائما احنا معاكم. يبقى طريقنا واحد هو تقديم الحياة. تابعونا استنونا، مفيش يوم محدد عشان نقولكم استنونا يوم كذا الجاي. احنا فيديوهاتنا بننزلها على حسب ما بتجهز ان شاء الله يكون مستقبلا يعني كلنا فيديوهات يومية وتكون يعني مش أقل من فيديو في الأسبوع تقول إن شاء الله. بس نشوف مواضيع تهمنا وتهمكم. الواحد ما بيطلعش كتير ما بيخرجش كتير، فهذا بيخلينا ما فيش جديد يعني نحكي لكم ولا نقول لكم عليه. بإذن الله تكون في موضوع مستقبلا يعني. قناتنا الثانية اللي هي حاول نخصصها الفيديوهات الكوميدية والمقالب زي ما قلت لكم كده، يكون في قناة المقالب وقناة في قناة برضه هنزع عليها مواقف السكتشات السكتشات اتفقت مع المؤلف الكبير الأستاذ محمد عبد الله. إن شاء الله يعمل لنا كذا حلقة مجهزها لنا إن شاء الله ناخد رأيكم فيها، هل نستمر فيها ولا نستمرش.
في حلقات ان شاء الله ناويين نعملها زي مسلسل كده، مسلسل او فيلم، ممكن فيلم تسجيلي، فيلم تلفزيوني او فيلم سينمائي، ان هيكون نعمل بعض الشخصيات المهمه، الشخصيات المهمه عندنا احنا في قريه الحربيه عموما، يعني اقصد هنتناول تاريخها ونشأتها من يوم مولدها. احنا كنا عملنا الاجزاء دي في بداية القناة، لكن قلت او ندرت معلومات عن بعض الشخصيات، فده اللي خلانا متوقفين مؤقتا، يعني ان شاء الله احنا مش لسين الموضوع ده. انا كنت اتفقت مع شخصيات مهمة احنا كلنا معاها لقاءات، هي الحمد لله وافقت، فاحنا ان شاء الله بس تحين الفرصة نتواجد معاهم ونقابلهم، نسجل معاهم ان شاء الله، ونتناول مشوار حياتهم من مرحلة الطفولة، مرحلة الدراسة، للمرحلة العملية الموجودين فيها دلوقتي، عشان تكون حافز لكل الشباب اللي طالع. ان شاء الله شبابنا اللي طالع كله عنده ثقة وعنده طموح، وبإذن الله نبقى نستعرض معاكم. واي شخصيه، اي شخصيه حابه تسجل معانا احنا نتشرف بيها، بس بعت لنا رساله ان هو جاهز للتسجيل، واحنا ان شاء الله جاهزين ان احنا نروح له ونقابله ونقعد معاه ونحضر السيناريو اللي هيتعمل، الاسئله اللي معاه في المكان اللي هيتصور فيه. وشرفنا طبعا ان كل شخصيه، كل شخصيات جمهورية مصر العربية عموما، أو أي شخصية في الوطن العربي، أو أي شخصية على مستوى العالم، إن احنا نعمل معاها لقاء. نعتبر نستاذنكم مش متقيدين بمكان معين أو بلد معين، يعني إذا سمحتوا لنا يعني هتكون معنا شخصيات من جميع البلدان، شخصيات تدي حافز، تدي أمل في نجاحات في الحياة. إن شاء الله إن نعمل معهم لقاء، جاهز أصبح إن يعني زي ما قلت لكم أي حد حابب يسجل معنا إحنا نتشرف بيه، بس يبعت رسالة وإحنا نكون عندك إن شاء الله. خلينا نقلب الكاميرا. بس فأي شخصية نفسها تيجي تسجل معانا احنا مستعدين، هو بس يعرفنا واحنا هنتواصل معاه ونحدد معاه الوقت اللي يناسبه، وان شاء الله نعمل حاجة تساعدنا وتساعدكم جميعا ان شاء الله. يا ريت اي حد نفسه يطلع معانا يوبين. انا اعتبر قربت اخلص الفيديو بتاع النهارده، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان، تعاد علينا وعليكم ان شاء الله سنوات عديدة بخير وصحة وسلامة ان شاء الله، وعيد مبارك عليكم جميعا، عيد فطر ان شاء الله. انا ما كنتش ناوي اصور حاجة، بس ده الفيديو اللي كان مناسبة النهاردة عندنا دي كازية او بنزينة فيها مكان غسيل ومكان غسيل سيارات ومكان تشحيم، فيها كل حاجة. احنا هنا نعتبر في اخر شارع الجاردنز لجوا بني العميد، ف ده المكان اللي يعني الواحد بيحبه، اللي هو يعني اكتر مكان الواحد تعلق بيه، يعني في ناس حبيبنا كتير
جا سجادة بتاع حد بيغسل السجاد، يجيب هنا مغسلة يلبسه، دي البنزينة، ده جسر صفوية، ده شارع الجاردنز اللي هنمر فيه بعد شوية. ده مسجد في صلاة فيه كتير. فان شاء الله يبقى زي ما قلت لكم نتقابل على العيد ان شاء الله. ده فندق أجنحة، نتقابل وياكم مع العيد مع ناس حبايبنا، نبقى نصور معاهم ويكون لنا لقاء ظريف خفيف بمناسبة عيد الفطر ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، الأمة الإسلامية كلها بخير وصحة وسلامة. كده بداية شارع الجاردنز أو نهاية شارع الجاردنز على حسب، إذا كان كده في طريقنا في اتجاهنا يبقى بداية، في اتجاه المعاكس يبقى نهاية شارع الجاردنز. المجمع ده كنت أمسك فيه حراسة زمان بس محصلش نصيب. إن شاء الله يبقى على خير كده، نشوفكم نصور معاكم أي مستجد إن شاء الله، ممكن يقابلنا أو ممكن يكون في فرصة للتصوير. مطعم النيران ده برضه كويس، كنا بنشتري منه. دي مخازن المختارمون، ده أول جاردنز. عندنا أغلبية المنشآت هنا عبارة عن مجمعات تجارية وبنوك. عندنا البنك الإسلامي الأردني، كان شغال في واحد صاحبنا استقر دلوقتي في مصر، ربنا يستر له الحال إن شاء الله. يلا نشوفكم على خير، استنونا الفيديو الجاي، نقول سلام. وبكده نكون هنا معكم الفيديو بتاع النهاردة، استنونا ان شاء الله الفيديو الجاي على خير بإذن الله. اذا ما كانش شباب العيد يبقى على العيد ان شاء الله، عشان نقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وتعاد علينا وعليكم كل ايام السعيدة دي بالخير ان شاء الله. تحية مني ليكم حسين الدلداوي على طريق الحياة. يلا نقول سلام، السلام عليكم.